ويماك لو كان ماشي تعرفك زربوط لو كان ما دارت هاد الشرط. هاي عرفك لا يجوز لرجل ولو عقد على امرأة أن يأكل فاكهته قبل موسمها، لازم يستنى الوليمة وليلة الدخلة. الوليمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي أخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الشيخ اللي كاملين كان موتي عليه وكاملين كيعجبنا، وانتم عارفين درت بزاف الفيديوهات على هذا الشيخ اللي الله يحفظه ونالوا الإعجاب ديالكم. والمهم باش ما نزيدش نطول عليكم، عجبكم الفيديو اعجب الفيديو ديروا اعجاب الخوت، ما تنساوش باش الفيديو ينتشر. وما تنساوش اللي ما مشتركش يشترك في القناة، واللي ما دار تعليق يدير تعليق، وكملوا الفيديو حتى التالي لانه واعر. ليتس جو. أغلق الفيسبوك حتى يجي يجي الدار يمكن. وأمي ترفض أن تقرأ الفاتحة حتى يوم العرس. يماك على حق بلا ما كمل نقرأ السؤال. وأنا لا بلا ما نكمل السؤال وخطيبي في علاقة محرمة. بلاتي بلاتي قبل ما تبدأ هذا الفيديو، هذه واحد الميزة جديدة في اليوتيوب كتخليك تدعم صناع المحتوى، لأنه كاين اللي كيقدر هذا المحتوى وكيقدر التعب اللي كنديروه باش نوصلوا لكم هذه مقاطع الفيديوهات. لذلك اللي بغى يدعم اي صانع محتوى ما عليه غير يدخل لهذه العلامه اللي فيها شكرا، كيعطيك تختار المبلغ اللي بغيتي تدعم به. وشكرا لكم بزاف. شو ديك الكلام الفارغ الباطل؟ ما راكيش حابه تكوني مع خطيبك في علاقه محرمه؟ اغلقي فيسبوك، بدلي النيميرو تاع التليفون، اقعدي في دار يماك حتى يجي يديك عروسه. واش هاد معناتها لو كان معناتها يمك على حق، معناتها لو كان يمك تعقد لك تولي في علاقة مع هذا الرجل وهي علاقة زوجية، عن بالهم العقد الشرعي شغل باسبور دير بيه واش تحب، يعني رخصة سياقة دير بيها واش تحب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يمك على حق، ويمك لو كان ماشي تعرفك زربوط لو كما دارت هاد الشرط. هاي يمك على بيها قالت لهم والو حفظات حتى يجي يديها عروسة نفتحوا لها الصباح العشية بعد العرسة تروح لداراتها. هاي عرفاتك يمك لو كان يعقد لك ويولي خلاص راجلك زعما في الشريعة كوارث، وتولي في التحواسات والفنادق وغابة الوئام البدني وكوارث حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا لا أريد أن أكون وخطيبي في علاقة محرمة، ماذا أفعل؟ أغلقي البورتابل تاعك وحطي وذنيك يا شيخ. أنا تائهة، شكون كلفك باش تيهي؟ شكون قال لك تيهي؟ اقعدي عاقلة، حطي رجليك في الماء، جاء راجل يخطبك، أهدر مع باباك، وافقوا له، الله يبارك، قالوا له نهار تجي تديها عروسة نديروا لك الفاتحة، خلاص كل كلفة الله يجعل البركة. روحي تعلمي طيبي باش غدوة طيبي لراجلك، راهم الحميصة ما يعرفوش يغليوها والله العظيم، البيض ما يعرفوش يغليوها. روحي تعلمي تحدي حوايج راجلك، روحي تعلمي تنقي بيتك، روحي علمي تسقي المحابس كي تروحي لعند راجلك تصيبي عنده محبس، روحي تعلمي. هذا هو واجبك عليك الآن، تعلمي تعلمي. وأنا أخشى أن أقع في الحرام. صافي راكي في علاقة معه، حسبنا الله ونعم الوكيل. راكي في علاقة معه، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يجوز لرجل ولو عقد على امرأة أن يأكل فاكهته قبل موسمها، لازم يستنى الوليمة وليلة الدخلة. ما لو عليه كاين الوليمة وعليه كاين ليلة الدخلة، واش خليتي ليلة الدخلة إذا بديتي تتجولي معاه في الفنادق؟ لا يجوز لك. يماك على حق، راكي تسمعي يا يما، راني راضي عليك وراني راضي عليك وراك على حق. زيريها والو صغير حتى نهار يجي يديها عروسة، حسبنا الله ونعم الوكيل. الإمام قالوا المرة الجاية ما نفتحش لوالديك نجي نزغر. هذا الراجل جاب إمام دلو الفاتحة لوليده، سمع دلو فاتحة، ملاكي كان يفتح له واحد المرة زغرتت زغرتت زغريتا صحيحة. ملاك كمل الإمام الفاتحة، هذاك الرجل قبض هكذا دراهم بزاف باكي كما يقولوا، مجموعة كبيرة تاع دراهم، نعم 100,000 أعطاها للإمام.
وهذاك الدراهم قالوا ما عطوها لي زغرتت. اما لا بعد ما كملوا قال هذاك الراجل للامام قالوا عندي طفل واحد اخر ماذا بيا العام الجاي تجي تفتح لي. قالوا لا قالوا العام الجاي نجي نزغرت ما نجيش نفتح. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش تبغى يعطي الفلوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ شمس الدين يفتي حول وضع النساء المكياج. سائلة تقول هل يجوز لي أن أضع المساحيق مكياج المساحيق عند الخروج من البيت؟ المساحيق أنا لا أدري وعلى سموها المساحيق. الله العظيم يعني ناوية تستحقي كل الرجال في الشارع. الشريعة قالت لك استحقي راجلك برك. استحقي زوجك فقط. المرأة ما تسحقش يا فضل لا تتزين إلا لزوجها. المساحيق التي تستعملينها لسحق الناس في الشوارع لا تجوز. لا تتزين إلا لزوجها. سائلة تقول تطلقت ابنتي قبل الدخول وقبل العرس والوليمة فهل عليها عدة؟ لا عدة عليها. إذا لم تقع خلوة بينهما فلا عدة عليها. أما إذا وقعت خلوة راحوا سافروا كيف كيف فإذا وقعت خلوة عليها العدة. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا ربي يغفر لي ويتوب علي ويسامحني. آمين. أنا أجعل خروج البنت مع من عقد عليها قبل الدخول مجرد الخروج فهو في حكم الخلوة. فهو في حكم الخلوة. بكري كانوا العلماء يقولوا إذا وقعت خلوة وكانوا يفسرون الخلوة بإسدال السطور أو غلق الأبواب. يعني يروحوا إلى مكان تغلق فيه الأبواب كالفنادق. تحكوا استفدوا. كانوا يعبروا الخلوة بهذا المعنى. ولكن في زماننا هذا مجرد خروج البنت مع من عقد عليها. نقول عقد عليها يعني رأوا زوجها وإنما خرج معها قبل الدخول قبل الوليمة. أما إذا ما عقدش عليها فهو أجنبي لا يجوز لها أن تخرج معه أصلا. الآن في زماننا هذا وقد كثر الفساد مجرد ما تخرج الطفلة مع من عقد عليها يروح وما يبانوش ويجيبها العشية للدار فهذا في حكم الخلوة. ولو يقول لك اديتها تشري اديتها تقديم اديتها تفطر اديتها تزور المالية خلاص هذا في حكم الخلوة. سمعتوا ماشي كما كنت قرأ في الكتب في الزمن الأول كان حتى إزدال السطور وغلق الأبواب. لا ما تخرجيش معه. عقد عليك جلسي في دارك بابك تحت مسؤولية بابك حتى يديك عروسة. راهي كوارث وكوارث. كاين بنات حملوا وبعد الحمل راح بطل الرجل ولا أحد يعلم بأنها متزوجة فوقعت التهمة. إذا لم تكن يكن بينهما خروج ولا خلوة فلا عدة على ابنتك. سائل يقول هل يجوز إجراء عملية تجميلية أو سائلة الله أعلم لشفتي فهي ضخمة ومرتخية. هذه ليست عملية تجميلية. هذه عملية جراحية حقيقية ما يسمى بإعادة العضو إلى أصله. ولذلك قلت لكم مرارا ومدبي الأطباء الجراحين يسمعوا هذه الحلقة أن إعادة العضو إلى أصله تجوز بلا خلاف وبلا نقاش وما فيها حتى كلام. إعادة العضو إلى أصله مثلا عندنا طفل زاد صبعتيه متلاصقين باينين بصح متلاصقين. هنا نروحوا نديروا له عمليه باش يحلوا له صبعتيه يولي كل صبع وحده. هذا هنا هذا العمليه الجراحيه اعاده العضو الى اصله نعم ولا تغييره عن اصله؟ لا هنا اعادته الى اصله. اذا
انت يا عندك شفة ضخمة تزعجك وتؤلمك، هذا إزعاج بدني ولا إزعاج نفسي ولا؟ وهي مرتخية دي عملية باش يعودوا يردوا الشفاء إلى أصلها، لأن الأصل في الشفاء أن تكون معقولة متلائمة مع وجه الإنسان، إذا خرجت عن المألوف وعن العادة فإعادتها إلى أصلها ليس حراما. وكذلك تقولي متدلية، إذا ديري عملية باش تصلحي الشفاء فهذا ليس حرام ويجوز ولا شيء عليك، وهذه عملية تجميلية جائزة وحلال. وإن قلت أنا هذه ليس هي العملية التجميلية اللي تكلموا عليها العلماء، العلماء تكلموا على تغيير العضو عن أصله. تغيير الخلق الله. واحد حب يدير شفاء كشفة الكلب، أعوذ بالله، إنسان خلقه ربي مكرم، روحوا شوفوا، يقول لك يروح اللي في أوروبا يدير عملية بالشفة نتاعو تشبه للكلب نتاعو، فهذا من تغيير خلق الله. واحدة خلقها ربي الحمد لله عندها الجمال نتاعها هي، لكن رايحة تدير عملية باش تولي تشبهها الممثلة الفلانية والمغنية الفلانية، ولما دير هذيك العملية ترتخي العضلات، عاود عملية، أو النف هبط عاود عملية، هاي عينيها تخت عاود العملية، هاو اذنيها تخت عاود العملية، حتى أن امرأة باعت الفيلا نتاعها كلها باش تكمل في العمليات، العضلة تخت وهك. وهذه مشكلة، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ما العادي لازم ترضي بما خلقك الله عليه، هذا ما كان إلا إذا كان تشوه فنعيد العضو إلى أصله. فهمتها ولا فهمتهاش؟ مفهومة. الله يفهمنا ويعلمنا، جزاك الله خيرا. واللي يفهم يفهم، اللي ما فهمش. سائل يقول أملك فندقا ورثته عن والدي ولا أدري كيف أزكيه. الفندق لا يزكى، الفندق لا يزكى، تزكي الدراهم، لأن الفندق أداة عمل، أداة عمل، كما إنسان سائق تاكسي، السيارة أداة عمل، كما المقاول اللي عنده الآلات والأجهزة يعمل بها، وآلات الحفر وآلات الرفع، هذه الآلات لا زكاة فيها لأنها وسائل عمل، الفندق وسيلة عمل، الفندقة هي عملك ووسيلتك إليها هو هذا الفندق الذي يدير عليك أموال، وبالتالي أنت تزكي هذه الأموال إذا بلغت النصاب وإذا حال عليها الحول. أما الفندق هكذا تقيمه وتروح تزكيه، لا، إلا إذا كنت تاجر فنادق، هذه قصة أخرى، كتاجر السيارات هذه قصة أخرى، يولي يقيم ويزكي. ولكن أنت لست تاجر فنادق، أنت صاحب فندق، فلا زكاة في الفندق. سائل يقول بعدما انتهيت من صلاتي وجدت نجاسة في ثوبي فهل صلاتي صحيحة؟ إذا صلى الإنسان ووجد نجاسة في ثوبه بعد أن سلم من صلاته يستحب له إعادة الصلاة اسمع ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليه. ومن الواضح جدا أنه يستحب له أن يعيد الصلاة بعد ما ينحي النجاسة، مش يعود الصلاة والنجاسة مازال موجودة. إذن حاولوا تفهموا، راني نصلي، أثناء الصلاة جيت نركع شفت نجاسة في ثوبي، دم أو بول أو أي نجاسة، هنا يا الصلاة باطلة، أنا نحبس الصلاة ونروح ننقي روحي ونرجع نصلي ونعود نولي. نعم. أما إذا وجدت النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة فهنا يستحب إعادتها، لأنك صليتها بوجه شرعي، بوجه شرعي. وأما إذا خرج وقت الصلاة، خلاص خرج وقت الصلاة وانت وجدت نجاسة، هنا تعيد، هنا لا تعيد الصلاة، لا يستحب لك إعادة الصلاة. الله يعلمنا ويفقنا. أمين يا ربي. أمين أمين أمين. والخير والبركة. كنت استفدت. المهم أخوتي هادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما نزيدش نطول أكثر،
باش الفيديو بقى صغير وزوين واستفدنا به صراحة. أنا والله إلا استفدت بزاف كاع. المهم إذا كنت استفدت شوية وضحكت شوية وبتسمزي ما تنساش ديرنا إعجاب بالفيديو وشي تعليق زوين، وما تنساش تشترك في القناة باش أي حاجة جديدة درتها توصلك. المهم شكرا بزاف لكم، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.